مدينة الرياضات الشراعية بامتياز، مدينة الداخلة قبلة لمحترفي رياضة التزلج على الأمواج أو الكايت سيرف، وهي قبلة للهواة أيضا. السياحة الرياضية في المدينة صارت استثمارا مربحا يسعى المستثمرون في القطاع السياحي إلى تطويره عبر توفير نواد للكايت سيرف داخل المنتجعات السياحية بالمنطقة. الناس أصلا تيجيو من لي كات كونتينون باش يديروا الكايت سيرف، قليل فين تتلقاي حد جاي وما تيديرش. مثلا كيكون ان كوبل يقدر يكون هو ما تيديرش ولا هي تدير، ولكن هي جايه باش تتعلم. الا كان هو كيدير الكايت سيرف هي جايه باش تتعلم الكايت سيرف. اصلا السياحه في الداخله لاباز ديالتها هي الكايت سيرف. الكايت سيرف أو رياضة الألواح الشراعية رياضة لا تعترف بالسن أو الاحتراف، في حصص معدودة يتمكن الراغبون في استكشاف هذه الرياضة من تعلم مبادئها والاستفادة من لحظات متعة مرجوة، ورياح مدينة الداخلة توفر المناخ المناسب لذلك. الدراري الصغار من 9 سنين حتى 12 عام 14 عام، من 9 سنين حتى 20 عام خصك تبقى تابعه، لانه فهمتي الخفيف مازال ما تقيلش مزيان، خصك تبقى شادو، خصك تبقى تابعه، خصك تعلمه، خصك توريه. الناس اللي كبار شويه في اللاج خصهم شويه ديال الوقت، خصك شويه ديال الوقت، شويه ديال لاباسيونس، خصك تجلس حداه تعلمه. بعض المرات كيكعا كيطلع عليه الدم، لا انا ما قديتش ندير هذه، ولكن خصك تحسه بواحد الاحساس بانه راه غادي يتعلم، وخصك تكوراجيه باش يزيد شويه لقدام. وتحتضن مدينة الداخلة مجموعة من التظاهرات الكبرى لرياضة الكايت سيرف. الرياح ومياه البحر مصدران أساسيان لخلق الثروة الرياضية والسياحية في مدينة الداخلة، عاملان أساسيان يساهمان أيضا في تعزيز الإشعاع الاقتصادي للمنطقة وللجهة بشكل عام من خلال استقطاب سياح جدد من جنسيات مختلفة من هواة البحر وعشاق الهدوء. كانت معكم رجاء فضلي وكمال غنيم لقناة ميديان تيفي من مدينة الداخلة.